خلاص. طيب قول لي الاول، هي الفكره دي جات لك ازاي؟ احنا كشباب في مشكله كبيره في الفتره الاخيره ان احنا نلاقي شريك الحياه بسهوله، سواء ولد او بنت. الموضوع ده عملته بشكل شخصي وشفته اتكرر مع ناس كتير جدا من زمايلي. الحلول المتعارف عليها يا اما الشخص يقابل حد فعلا في شغله او في دايره معارفه الشخصيه، او ترشيحات زي ما كنت بتقول من شويه الاسر، او الحاجات اللي اوريدي كانت موجوده على الانترنت او السوشيال ميديا. بس احنا كشباب شويه بنبعد عن جواز الصالونات، او بيبقى في احراج احيانا. والحاجات اللي كانت موجوده على الانترنت الطريقه اللي متقدمه بيها ما فيهاش امان كافي بالنسبه لنا. حتى انا شخصيا جربت ان انا قبل ما اتجوز وارتبط، يعني جربت ان انا ابص على الحاجات دي ازاي بيسهل عليا الموضوع، او ايه الضمانات اللي هيقدمها لي. فلقينا فيها شويه ثغرات كده ما تناسبش ثقافتنا. فمع تكرار المشكله مع ناس كتير حبينا ان احنا نبدا بقى ونقول للناس طب احنا لو حبينا نعمل فكره زي دي الناس هتتقبلها بشكل كويس وهتمشي على الاجراءات اللي احنا هنحطها عشان نبقى نعمل حاجه مختلفه عن الموجود ولا لا. وبدانا بحمله اسمها كفايه سنجله. كفايه سنجله، كفايه سنجله، كفايه سنجله. اتجوزوا يا جماعه، اتجوزوا. ده غير السنجله جنتله اللي هي بتاعت دايما. ما هو يعني غير يعني السنجله جنتله هتودينا فين؟ احنا لا، بنقول للناس كفايه سنجله. الحمد لله في اول اسبوع لقينا اكتر من 100 شخص بيبعت لنا بيقول لنا انا عايز وبدور على 1 2 3 شباب وبنات.